شكرا لك يا أستاذ دكتور بروفيسور الكسندركي. نحن أنا أرحبك في باكستان، وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك، أنا الشرف لي يعني وأتشرف بوجودي معك اليوم صباحا، وأتشرف بالاستقبال الدافئ واللطيف. شكرا لك. أنا أريد أن تخبرنا شيئا عن رحلتك الأكاديمية والفكرية والدينية، ومع ذلك أنا أريد أن تخبرنا ما كان دين أسرتك، ما هو دين ميلادك، وما هو الآن، يعني أين أنت الآن؟ دكتور، لديك كتاب، يعني كتبت كتاب ورائع بعنوان اللغة بين الله والشعراء، صح؟ يعني في اللغة الإنجليزية هذا الكتاب Language Between God and the Poets. The Poets. ما هو الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب؟ يعني لو أنا أقول لك، يعني أنت يمكن لك أن تلخصه تلخيص، يعني summary of this book. الراغب الأصفهاني، صاحب المفردات. صاحب مفردات القرآن. نعم. ولكن أستاذ، إلى الآن أنا يعني في مشكلة، يعني ما معنى يعني بين الله، اللغة بين الله وبين الشعراء، يعني لماذا سميت هذا العنوان؟ أنت ما شاء الله أستاذ والدكتورة في اللغة العربية وأستاذ في الأدب، صح؟ وأنت ما شاء الله تتعلق بالفلسفة اللغة، وأنت تمر بهذه الأشياء وأنت تدرس، فأنا سؤال آخر يتعلق بهذا العنوان، يعني معنى الكلمة والكلام، صح؟ له أبعاد عديدة، صح؟ عندما نتحدث عن الكلمة العظيمة، يعني مراد الكلمة العظيمة الشعر العظيم والنثر، صح؟ وهكذا الشعر العالي أو النثر العالي، هل يمكن لجميع البشر أن يكونوا متساويين في فهم الكلام، في فهم هذا الكلام العالي؟ مثلا رومي هو شاعر عظيم وكلامه يعني كلام عالي، فهل أنا وأنت وهذا وهذا نحن متساوين في فهم ما يقول هذا الشاعر في كلامه العالي؟ هل يمكن هذا؟ هناك كلام واحد، يعني نوع كلام، الكلام العادي، يعني نحن نتكلمه عن الأطعمة والأشربة والماء، وهناك كلام يعني عالي، المراد من عالي يعني الكلام الذي يتعلق بالسؤالات الإنسانية الكبرى، مثلا من هو الإنسان، من أين جاء، من أين جاءت هذه الكون، هل هناك أي شخص أو الأشخاص، يعني يتعلق بما وراء الطبيعة، metaphysical questions or this. فأني الكلام مثلا نحن نقول الشعر العظيم هو يتحدث عن هذه الأسئلة، صح؟ والنثر أيضا، وكذلك النصوص الدينية، يعني التوراة والإنجيل وبيت لكتب الهندوس والقرآن وأوستا، يعني كتاب نبي إيران زرتشت عليه السلام، صح؟ فهذه الكلام، يعني سؤالي كان متعلق بهذا، يعني هل نحن البشر كلهم متساوون؟ لو نحن متساوون في فهم الكلمات أو الكلام، فلماذا وقع الاختلاف في تفسير التوراة والإنجيل والقرآن وأوستا؟ أستاذ، هناك يعني في فلسفة اللغة هناك مسألة في قراءة النص، قوانين قراءة النص، فهل كيف يجب على الشخص المتدين وغير المتدين قراءة النص الديني؟ يعني المشكلة الأساسية أنا أظن، يعني في النصوص الدينية هناك مشاكل، صح؟ يتقع الاختلاف، ويقول رازي هكذا، وقال ابن سينا هكذا، في آية واحدة يختلفون، فكيف يعني على الرجل المتدين هو يؤمن بدين بأي دين، والرجل الذي لا يؤمن بدين كيف يجب عليه أن يقرأ النص الديني؟ يعني ما هي الأصول للرجل المتدين وغير المتدين لقراءة النصوص الدينية، سواء التوراة والإنجيل وأوستا والقرآن وويت من كلام البشر وكلام الله، أليس كذلك؟ الإنجيل نظرية تفكيك لفيلسوف دريدا، صح؟ فهذا يعني تفكيك أو طريقة التفكيك أو نظرية التفكيكية، ما هي؟ وما رأيك في تطبيق هذه التفكيك في قراءة وتفسير النصوص الدينية؟ ما رأيك؟
يعني لا يعني لست خبيرا اولا يعني انت عفوا أن اولا انت يعني توضح لنا ما هي التفكيكيه عند الدريده. هناك يعني بقي سؤال واحد حول هذا الموضوع يعني بالفلسفه اللغه، وبعد ذلك ان شاء الله سنذهب الى السؤال الاخرى. في علم اللغه او في فلسفه اللغه هناك بحث اين يوجد المعنى، صح؟ مثلا انا كتبت كتاب او قلت كلمات أنت أيضا، فالمعنى الذي هو يفهمه أو يأخذه القاري، صح؟ أين يوجد المعنى؟ يعني يوجد المعنى في الكاتب أو في المتكلم أو في المتكلم، صح؟ أو القاري، صح؟ أو المعنى هو يعني موجود مستقلا في الخارج، ليس في الكاتب ولا في القاري، أين يوجد المعنى؟ هل هذا سؤال صحيح أو صحيح 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 ومهم صح. ومهم شكرا. أظن هو أعلن دريدة بموت المصنف، ها مثلا هو يقول كتب دكتور ألكسندر كيشي وقرأ الشمس، يعني أنا كتابك ففهمت من كلامك الشيء، صح؟ وبعد ذلك أنت تأتي لي وأنت تقول هذا ليس ما مرادي، يعني معنى هذه الجملة ليست هو الذي فهمته. فدريدة يقول لا، مات المصنف، المعنى هو يعني هذا القاري هو يعني مالك للمعنى، صح؟ هكذا هو قال إعلان موت المصنف. أستاذ، هل تعتقد أن الدين أو نفس الدين مسيح وجيوش وإسلام و هو كمثل الفلسفة والعلم؟ يعني هو هل الدين هو وسيلة للإجابة على أسئلة الإنسان الكبرى أم لا؟ هل درست القرآن من وجهة نظر أخرى غير النص الأدبي؟ يعني أنت أستاذ الأدب، صح؟ وأنت تقرأ القرآن وتفسير فهل أنت قرأت القرآن بوجهة نظر أخرى غير النص الأدبي؟ مثلا برتندر رسل، صح؟ هو فيلسوف يعني كتبه، ولكن هو أخذ جائزة نوبل في الأدب، صح؟ فمثلا هو كتب philosophy western history of the history and others thing، يعني الأشياء الأخرى هو كتب في ولكن هو كان يعني هو أخذ الجائزة نوبل في أدب، فمثلا أنا أقرأ برتراند راسل من ناحية الأدبية شخص، فأنا أقول كلام ممتاز رائع و يعني أنا وازنه بمعيارات الأدبية، صح؟ وأنت مثلا فيلسوف وأنت تقرأ كتبه وأنت لا تهتم بالكلام والكتابة وبالجمل، هذا حسين راي ولكن أنت تقرأه من زاوية أو من ناحية الفلسفية، صح؟ فكذلك أنت هنا تقرأ، هل قرأت القرآن؟ سؤالي عفوا أنا أطوله، فهل قرأت القرآن من وجهة غير أخرى من وجهة النظر الأدبي أم لا؟ يعني أنت ما شاء الله قرأت القرآن واللغة العربية، فما أسلوب القرآن في رأيك؟ يعني مثلا هو ليس الشعر، صح؟ ولكن يعني أسلوبه مثلا والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا هو، هذا أسلوب الشعر، صح؟ وإذا وكذلك إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت، هذا يعني قريب من أسلوب الشعر، صح؟ ولكن هو يقول يعني وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فما هو في رأيك يعني أسلوب القرآن أيش؟ شكرا يا أستاذ، أنا يعني عندي أسئلة كثيرة، ولكن اليوم أنت ستسافر إلى وطنك، فأنا بس السؤال الأخير لو سمحت، صح؟ أنت ما شاء الله باعتبارك مدرس للأدب العربي وخبيرا في الدراسات الإسلامية، وأيضا أنت يعني ولدت في بيت أنت كما قلت يعني ملحد، يعني صح؟ قريب من الإلحاد، وأنت تسكن في أبيات معظم الناس هم لا يؤمنون بأي دين، أظن هكذا، صح؟ سيكون لديك إن شاء الله إذا معرفة جيدة بالإلحاد، صح؟ سؤالي هو ما هي الأسس العلمية والفكرية والنفسية للإلحاد الحديث؟ إلحاد يعني اتيزم أو نيو اتيزم، ما هي الأسس العلمية والفكرية؟ لماذا لا يؤمنون بالله وبالخالق وبعث الموت؟ الناس
الإلحاد هو أيضا إيمان بالغيب والدين هو أيضا يعني مثلا الملحد هو يقول ليس ما وراء هنا أي إله صح؟ كيف تقول أنت تؤمن بالغيب يعني ما رأيت هنا وكذلك المتدين هو يقول هناك إله وخلق الكون فهذا ولكن يا أستاذ أني أنت ما شاء الله تسكن وتسافر في العالم كله ونحن يعني في وطننا يعني هناك لا يوجد ملحدون ولكن هم يعني أنا أنت يعني لقيت ملحد الفطري يعني الملحد هو الذي ولد في بيت الملحد صح؟ مثلا رجل صيني صح؟ منذ سنوات هم ملحدون صح؟ وكذلك رجل هو ألحد يعني هو ترك الدين ما توجد الفرق بينهما يعني الرجل الملحد هو ذهب إلى الإلحاد بالتفكر والتدبر والقراءة والرجل الآخر هو ولد في بيت الملحد هل وجدت هناك فرق بينهما؟ شكرا يا أستاذ أشكرك طبعا. مرة أخرى وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للحديث مرة أخرى إن شاء الله, وسوف نستفيد من علمك وقد استفدت كثيرا والله يعني أنا عدو لك أن يوافق الله تعالى وأن يزيد في علمك وفي فكرك وأن يوافقنا أن نستفيد منك شكرا لك أنا استفدت الشرف لي أنجاد الشرف لي